حملات تنفيذ القانون من خلال عناصر تابعة للإدارة العامة للمرور تأتي بهدف الوقوف على سلامة أرواح السائقين وإرشادهم بضرورة الالتزام بضوابط السير، إلى جانب تصحيح مسار المخالفين وتوجيههم بأهمية اتباع قواعد الطريق درءا لمخاطر الإصابات البليغة التي قد تسببها الحوادث دون سابق إنذار. بالقرب من مدخل سار وبمحاذاة شارع الشيخ عيسى بن سلمان، تستعد دورية المرور لأداء واجبها الأمني والقانوني في إطار حملات الإدارة العامة للمرور لإنفاذ القانون والتوعية المرورية باعتبارهما وجهين متكاملين لتحقيق السلامة المرورية التي تعد الغاية الأسمى للعمل المروري بشكل عام. فالالتزام بالقواعد والأنظمة المرورية هو انعكاس لفعالية التوعية، وفي ذات الوقت تحقيق للشراكة المجتمعية والتعاون بين مستخدمي الطريق كافة. إذا يوت أحد إن مخالف أو شيء بعد تسوون خير، ما نبي أحد مو لابس الحزام أو ما عندهم ليسن، لأن تعتبر مشكلة لنا. الناس اللي مثلا ما عندهم ليسن ويمشون السيارة يقدرون يسوون حادث أو شيء. يقومون بجهد مشكورين عليه صراحة في كل تقريبا طرق البحرين. هما كرجال مرور صراحة ما يقصرون، وتنظيمهم ممتاز يعني في الطرق. حملات إنفاذ القانون هدفها توفير الحماية لمستخدمي الطرق الرئيسية والفرعية عبر الحفاظ على الأرواح والممتلكات. يعني الدوريات متواجدة في يعني على قولتهم ما بين يعني موجودة في كل المناطق. يعني وايد مهمة نحتاجها إذا كان في زحمة أو هاي السيد مسكر شارع أو شيء، فنحتاج دوريات المرور عشان ننظم حركة المرور. إجراءات مرورية سلسة وسريعة يتم اتباعها مع مختلف السائقين للتأكيد على الالتزام بقواعد المرور، وبما يضمن التقليل من الحوادث المرورية التي تحصد الأرواح وتخلف العديد من الإصابات الخطيرة والمتوسطة. فسلامة السائق على الطريق بيده وحده، ويبقى القانون أساس النظام العام، ويظل الالتزام به عنوان المجتمعات الآمنة المتحضرة. تفضل. مشكور. دور توعوي إرشادي تتبنى الدوريات المرورية إتمامه على الوجه الأكمل في تسيير الحركة المرورية وتقديم خدمات متميزة لمستخدمي الطريق في كل وقت، ورفع مستوى الوعي لديهم في مراعاتهم لشروط السلامة والبعد عن أي ممارسة سلبية قد تكلفهم حياتهم على حين غرة. لتلفزيون البحرين، محمد رشيدات. كل الشكر. شكرا. الله شكرا. الله يسلمك. عساك على القوة إن شاء الله. الله يقويك.